ادي فيجوال ستوديو 2010 نيو بروجكت 2013 نزل على فكرة. في نزل حاجة جديدة اسمه فيسبوك بروجكت عشان نعمل كده فايل نيو بروجكت تمام. هتلاقي فايل نيو بروجكت تحت بروجكت في فيسبوك. ايه بقى؟ تعمل ابلكيشن زي فيسبوك، في لايك وكومنت وبوست ومبرمجه جاهزه. يعني مبرمجه لايك دي ازاي مبرمجه؟ هو منزلها لك، انت تنزل وترميها. ابلكيشن زي الفيسبوك، ايه كل الوظائف اللي بيعملها الفيسبوك هو منزلك مبرمجه، ممكن انت تستخدمها في مشروعك. بس طبعا مش تنفع ليكم انتوا، تتكلم على الويب سايت يعني. كل الخدمات اللي منزلها الفيسبوك تقدر تحطها على مشروعك انت. ده 2013 نازل في الحته دي. خلاص؟ ادي فايل نيو بروجكت. هسميه سيلز. طبعا اتاكد ان انت مختار فيجوال سي شارب على الشمال. اتاكد ان انت مختار فيجوال سي شارب على الشمال. اختار مكان بعيد عن الديسكتوب. هسميها ارمي هنا سيلز. سيلز كورس او العكس. اروح دايس اوكي. اول حاجه هبنيها قاعده بنات من قائمه بروجكت. اد نيو ايتم. هنختار داتا على الشمال، سيرفيس بيزد داتابيز، واسميها سيلز، واروح دايس اد. يبقى تاني من قائمة بروجكت، اد نيو ايتم، داتا على الشمال، سيرفيس بيزد داتابيز، واسميها سيلز. كانوا زمان بيستخدموا اكس ام ال فايل، انك تسيف الداتا مش جوه جداول، جوه ملف اكس ام ال زي ملف نوت باد كده قريب منه. خلاص؟ وتروح دايس اد. لينك تو اس كيو ال كلاسز دي ويزارد، شد واسحب وتخلص الليله كلها. خلاص؟ اد. لو ظهر لك رساله تقول لك ايرور 26 اعرف ان السيكوال سيف ضرب. يا اما تعمل ريستارت وتشغله تاني. يبقى النتورك جوه عندك ايه؟ مش متاكتفه، تعمل لها ريستارت. عملته وما رضيتش تعمل كده، بس يكون سيفو ده. انت بقالك كتير ما اشتغلتش عليه؟ خلاص؟ هتظهر لك الشيء زي دي، كنسل. الشيء دي بتقول لك ايه؟ هو انت عايز تاخد نسخه من قاعده بيانات كوبي وتخليها على جنب؟ قول له لا مش دلوقتي، اما نبني الجداول الاول اساسا. اهي سيلز نزل اهي. كليكتين عليها. قاعده بيانات نوعها ام دي اف، الاكستنشن بتاعها الامتداد بتاع ام دي اف، دبل كليك عليها هتظهر لك اهي. ايا كان خلطة سيلز. خلاص، اول جدول هعمله جدول الكاستمر اهو. كليك يمين، اد نيو تيبل، واروح كاتب اول حاجه كاست اي دي، رقم العميل. عندي انواع مختلفة. أول حاجة انت نوميريك، ديت تايم، ان فاليد شار، ان تشار. أول حاجة دي الأرقام الصحيحة، خمسة، تسعة وتسعين كده. نوميريك أرقام كسر وصحيحة برضو. يعني إيه؟ 12.5 أو 6.10، 99 تنفع برضو، كسر وصحيح عادي. ده للتاريخ فقط بس، يعني مثلا 12/12/2014 تاريخ بس. ده تاريخ ووقت. لا يعني مثلا 12/12/2014
الساعة 3 و9 ثواني، ولو 9 دقايق و8 ثواني. تاريخ ووقت بيستخدمها في الحضور والانصراف بالذات، الحاجات اللي انت عايز تسجل وقتها. خلاص، ان فاريت شار للحروف او الارقام التي لم يتم عليها اي عمليات حسابية. يعني تنفع للحروف والايه والارقام، بس انهي ارقام اللي ما بيتمش عليها ولا جمع ولا كسر ولا قسم ولا اي حاجة؟ ايه زي مثلا رقم بطاقة، ينفع اجمع رقم بطاقتك زي رقم بطاقة زميلك؟ استحالة. ينفع اجمع رقم موبايلك زي رقم موبايل زميلك؟ استحالة. رقم الكارنيه بتاعك ينفع اجمعه زي رقم الكارنيه بتاعك؟ استحالة. والموبايل ورقم العربية ينفع اجمع رقم عربيتين؟ استحالة. هو رقم بس ما ينفعش اتم عليه اي عمليات حسابية، يبقى يتعامل معاملة الايه؟ معاملة ايه؟ ان فرج الحروف. برضو هنا دي للحروف برضو والعمليات التي لم يتم عليها اما اي عمليات حسابية، نفس الكلام دي. دي بقى اخرها مفتوحة، دي الى ما لا نهاية، دي اخرها 255 خانة. دي ان فارد شار مفتوحة، اما ان تشار اخرها كام؟ ده الفرق ما بينهم، الاتنين زي بعض. في فرق تاني كويس جدا، ان فارد شار دي تاخد على نفس حجم الداتا البيانات التي تم ادخاله. هنا لا، على الحجم التي تم تحديده او الذي تم تحديده. ايه الكلام ده؟ لو انت حددت ان فرد شار 50، يعني تاخد 50 حرف، رحت انت دخلت 5 حروف، تاخد على الخمسه، ما تاخدش على 50 وال 45 ولا اكنها فاضيين ولا اكنك استخدمتهم. هنا عملت ان تشار 50، تاخد 50 حرف، دخلت 5، تحجز لك ال 50 كلهم، تاخد على الحجم انت دخلته، ما تاخدش على البيانات اللي دخلت. المفروض تاخد على البيانات اللي ايه؟ الفعليه اللي دخلت. افرض انا يا عم محدد كبير، قال لك ماليش دعوه. خلاص؟ فالفرق بين ان فارد شار وان تشار كده. طب ايه حكايه الان دي؟ الان دي تاخد الكلام مش بلغه معينه، اكنه صوره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت كتبت احمر ما ياخدهاش ان هي الف ح ميم دال، لا ياخدها اكنها بيرسمها وياخدها يحطها جوه كاميرا. دي بتفيدنا عشان ساعات بنلاقي الحروف كده مش مدعمه العربي، طالما مش مدعمه العربي يحط قبلها ان، عشان دعم مش بدعم العربي، لا هو بيدعم اي لغه ملوش دعوه باللغه، ما بيتعملش ان انجليزي كانجليزي او عربي كعربي، ياخدها كرسمه بيرسمها. فاهمني؟ دي الانواع. رقم العميل هنا حروف ولا ارقام؟ ارقام، يبقى اي ان تي. اسم العميل ان فارد شار، عندك ان فارد شار ماكس، يعني ماشي ان فارد شار ماكس. ماكس دي يعني اعلى حد ممكن، لا احنا اعلى عميل عندنا مكونه من 70 حرف. الادرس، العنوان، ان فارد شار دي ماكس بقى مفتوحه، دي ما نعرفش العدد كام. الكريدت، الرصيد، ارقام رصيد يعني الفلوس اللي عليه، ينفع يكون عليه كسر؟ يبقى نوماري. اعلى مبلغ تتوقعه ان الشركه او المحل يكون على العميل كام؟ 99 جنيه؟ لا العميل، العميل يكون الشركه عليه كام؟ اعلى مبلغ تتوقعه انت؟ مثلا 10,000. ال 10,000 كام خانه؟ 10,000 خمس خانات. خمس خانات، طب اعلى كسر كام؟ 99 قرش، يبقى 5 و2 تروح قايل 7. خدت كام للكسر؟ تتعمل كده 7.2، كلهم على بعض 7. خدت كام للكسر؟ 2. خلاص، ينفع عميل من غير رقم، من غير اسم، من غير عنوان، من غير رصيد؟ ممكن.
معلوش فلوس المشكلة. خلاص ده مفتاح رئيسي، كليك يمين سيت برايمري كي. قال لك في حاجة تانية، هل انت عايز تخلي الراجل دي جديدة دي بقى يكتب رقم العميل بإيده، ولا تخلي الجهاز اوتو نمبر 1 2 3 4 لوحده؟ ايه لوحده احسن. يبقى كليك يمين عليها على الحقل نفسه بروبرتيز، هتلاقي خانه هنا او هتلاقيها تحت اي بروبرتيز تحت اهي، انزل تحت كده ايدنتيتي سبيسيفيكيشن از ايدنتيتي مكتوب ايه، خليها يس yes. قال لك انا هزيد بكام كل مره، بكام؟ بواحد. يبقى واحد هبدا بواحد وهزيد بواحد، دي البدايه، ودي كل مره يزيد بقد ايه. يبقى تاني اقف عليها كده، هتلاقي جزء انزل تحت كده اهو، انزل تحت ايدنتيتي سبيسيفيكيشن از ايدنتيتي، هتلاقي ايدنتيتي انكريمنت، خليها بس ايه يس بس، واللي تحت ده ايه سيبه كل مره بواحد ويبدا بواحد. وانت بتعمل بقى بتبرمج، ما تاخدش في حسابك ان ده هيدخل، يبقى كام حقل هيدخل من 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 جهتك انت؟ ثلاثة. ولا اكنه تاخده في حسابك خالص، ده ده تخلي الجهاز اوتو نمبر لوحده، مش هتشيل من جملة انسرت خالص، مش هتعامل معاه، هو الجهاز هو اللي بيدخله. فاهمين؟ دي اسمها از ايدنتيتي. الجزء ده امتى اعملها؟ اما تكون الجهاز هو اللي بيدخل لوحده، اما تكون الجهاز هو اللي بيدخل لوحده، محدش يجي يعمل على رقم الكارنيه بتاع الطالب يقول از ايدنتيتي. هو الجهاز هو اللي بيطلع لكم الارقام دي؟ لا، البرنامج هو احنا اللي بندخلها بايدينا، ده رقم كبير. فاهمني؟ يا اما في حل، ممكن اول طالب عندنا كام؟ 12 كذا كذا كذا، وابدا عد عادي، بدل ما اقعد انا اكتب بايدي، انا هبدا من 15666، ابدا من الرقم ده، يبقى 666 67 68 15000. هو ده اللي بيحصل. فاهمني؟ زي الفواتير، عمرك شفت فاتوره بديتها واحد تلاقي مش عارف كذا 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 رقم ويبدا يعد من ورا، هي ده البدايه ان دي انت سيت دي. طبعا احنا هنا عشان ما يكونش رقم معاها واحد اتنين ما يمشيش، ما يمشيش واحد اتنين اربعه. اه ممكن احنا نبتدي ب 100 اهو، يبقى 101 102 كذا، سيف واكتب هنا كاستمر، اقفل. ده اول جدول اهو، كليك يمين اد نيو تيبل، اول حاجه الجدول اللي بعده الديبارتمنت دي ان او، رقم القسم، رقم صحيح اي ان تي، الدي نيم اسم القسم، حروف الارقام الحروف، يبقى ان فارد شار، اعلى قسم 50 حلو، ينفع اسم قسم من غير اسم؟ لا، ولا من غير رقم، ده مفتاح رئيسي. عايز تعمله سيريال اوتو نمبر؟ ماشي. وعدد فواتير برضه اهو، اروح قايل سيف ديبارتمنت، ماشي ما كليك يمين اد نيو تيبل، بعد كده الطيب صح تي ان او اي ان تي، بعد كده الطيب ذات نفسه ان فارد شار، ده مفتاح رئيسي برضو از ايدنتيتي. سيف بس ثواني، هنا كان فيه ايه؟ التي ان او والتي اي دي اهو، دي ان او كان الاثنين دول مفتاح ايه؟ اساس، مش كان ضعيف اهو، ده جاي منين؟ سؤال بس، انت تحت ازاي جنبها؟ كليك يمين كده اهو، انسرت كولوم،
يعني بص اهي، بص ديليت كولوم يحذف حق، كليك يمين انسرت كولوم هيجيب قبلها. ده جاي منين؟ من ده اهو. عايز تعملها دلوقتي ولا تعمل الدايجرام؟ في طريقه دلوقتي تعملها، كليك يمين ريليشن، ريليشن اد خلاص، وتروح جاي نو تيبل اند كولوم سبيسيفيك. هتقول هو جاي من انهي جدول؟ ديبارتمنت، انهي حقل في الديبارتمنت؟ وهنا اعمل دي كده اهو، دي انه دي عشان تعمل ربط ما بينهم. انتوا كنتوا بتعملوها تشد وتسحب، ممكن تعملها برضو بالطريقه دي وانت بتكاري. التاني اهو كليك يمين ريليشن شيبس اهو، اد اقف على تيبل اند كولوم سبيسيفيكيشن، دوس على الزرار ده. الحقل التاني اسمه ايه؟ الجدول التاني انهي حقل؟ طب ماشي، انهي هنا حقل قصاده دي نو برضو. يعني حسابك لو كانت كان جاي كده صح، هبفتح هنا في هنا دي نو، لا لازم تعمل تحت ايه نان عشان تظهر فوق هنا. طبعا انتوا اسهل ليكم تشدوا تسحب، هندوس اوكي هتلاقي العلاقه دي معموله جاهزه اساسا. سيف. طيب كليك يمين ده اليوزر اللي عنده، اللي عنده مثلا العلاقات عنده مش شغاله، اه ممكن يعملها كده، بيعملها كده. اه كان عندك انت باين الحركه دي؟ لا مش عندي انا، خلاص اهو الديفايسز سيريال نمبر. السيريال بقى حروف ولا ارقام؟ وحروف برضه صح؟ سيريال هارد، سيريال حاجه، حروف وارقام. يبقى ان فارد شهر كام خانه؟ قول سبعة ولا سبعة. دي ان او اي ان تي، تي ان او اي ان تي، كان التلاتة دول ايه؟ مع بعض، مع بعض مفتاح اساسي عشان كان كان ضعيف. سيل برايس سعر البيع حروف ولا ارقام؟ اه ارقام. فيها كسر؟ ممكن، بس بالنسبه لشغلك كاجهزه ما فيهاش، ما فيش يقول لك الهارد 299 جنيه و50 قرش صار غلط، ما فيهاش كسر. اه ولو بياخد كده كده الشلم في الاخر. يبقى اي ان تي بيرشيز برايس، اي ان تي ايه تاني؟ ايه تاني؟ مواصفات سبيسيفيكيشن، ان فارد شار ماكس الكمية، كيو تي واي اون هاند، اي ان تي برضو الكانتري اوريجن. يعني ايه؟ يعني ايه كانتري اوريجن؟ بلد المنشأ، هنكتبها مش مشكلة، بلد المنشأ خلاص. البروديوس ديت تاريخ الانتاج، ديت بس ملهاش تاريخ انتهاء بقى، بس بلد المنشأ ملهاش رسم. لا ساعات باجي اقول له انا عايز نوعه كذا ماركته كذا، كله صيني في العربية. لا يا راجل، في ماليزي وفي تايواني. في بس كله في الاول في الاخر تصنيع صيني، تصنيع صيني كله بقى في اي حته. يا عم سيبها بلد منشأ، ايه المشكله؟ لا ما فيش تاريخ، لا يعني سنة الصنعة، مش في سموها سنة الصنعة؟ سنة الصنعة ايه، مش بتكتب عليها سنة الصنعة؟ لا بجد والله ما بيتكتبش على الهاردة وعلى سنة الصنعة، بيتكتب. وما انت عايز ليه يعني ما نكتبها في السنة؟ لا مش ما بتكتبش تاريخ انتاج بقى، سنة الصنعة 2012 كده خلاص اهو.
ينفع قطعة جهاز من غير سعر بيع؟ لا، من غير شرح، من غير مواصفات؟ ممكن، ملهاش مواصفات. من غير كمية؟ من غير بلد منشأ؟ ممكن. لا مش ممكن يا راجل. لا، ينفع من غير سنة الصنع؟ اه، دي مش لازم، مش لازم يا راجل. ايه هو هيقول لي، يقول لي اما اجي يسألني يقول لي تصنعها، يقول له ما اعرفش. الاتنين دول جايين منين؟ من الطيب. الاتنين دول جايين من الطيب. كليك يمين، ريليشن، اد، تيبل اند كولم سبيسيفيكيشن، دوس على الزرار، هقول له جدول الطيب. اول حقل الدي ان او، تاني حقل الدي ان او. الدي ان او قصادها ايه؟ المفروض دي ان او موجوده. قلت ايه؟ ليه مش شايف حاجه؟ الشاشه؟ اه، في اوضه يا جايز تاني. خلاص، استنى لما يجي الباشمهندس خليه يظبط لك. لا بتاع، لا يا راجل، الدي ان او قصادها ايه؟ دي ان او زيها، هل موجوده؟ لازم تعمل ايه؟ اشيلها من تحت نان، هنا هتلاقيها ظهرت فوق اهي. طب التي ان او قصادها ايه؟ تي ان او موجوده؟ لا، لازم اخلي دي ايه؟ نان، هتلاقيها ظهرت فوق عشان ما ينفعش تزرعها مرتين. طيب دونت ماتش اكزيستنج برايمري كي يونيك كونسترينت، يعني بيقول لك ان ده مش مفتاح عشان لازم يتسحبوا مع بعض. ماشي، دي نعملها مسحوبه مع بعض. يوم الجدول اللي بعده، فواتير البيع، ام في ان او، رقم فاتورة، حروف الأرقام، اتنين، ان فاليد شار، سبعة، ام في ديت، تاريخ الفاتورة، نوع ايه؟ ديت، تاريخ، ينفع تاريخ ووقت؟ ينفع، ايه المشكلة؟ التوتال، حروف الأرقام، صحيح ولا كسر؟ صحيح. اهو بعد كده ديسك برسنتج، نسبة الضريبة 10% او 20%، حروف ولا ارقام؟ صحيحة ولا كسر؟ كسر بس، ما فيهاش صحيح. صح ولا غلط؟ يبقى العدد اعلى كسر كام؟ اتنين. يبقى كلهم اتنين، وخدت كام خانة للكسر؟ اتنين برضو. يبقى في حاجة للصحيح؟ ايه؟ لا، بتكلم دلوقتي نسبة خصم. النسبة عموما كسر بس. لو فيها صحيح يبقى تداله ببلاش، واحد، يعني 100%. صح ولا غلط؟ خلاص؟ يبقى هنقول 3 و2، ليه؟ عشان بتتكتب كده اهو. اه، وفي زيرو بيتحط، عشان كده تتكتب كده. الديسك فاليو، نسبة قيمة الخصم، حروف الأرقام، أرقام، يبقى برضو فيها كسر؟ ممكن، يقول لك أخصم لك 99 جنيه ونص. صح ولا غلط؟ دي في أعلى خصم يوصل له قد إيه؟ كام جنيه؟ 10% من الإجمالي، يبقى أعلى إجمالي؟ ال 10,000، 10%، 1000، ال 1000 كام خانة؟ أربع خانات، وكم خانة للكسر؟ يبقى كلهم 6 و2، تمام. اه والله. أنت تعرف إن في 7 جداد في المشروعات، المفروض كانوا يجوا الكورس ده؟ 7 ده لسه مسجلين معايا في ال، وإحنا في الأجازة. مش في الأجازة، وإحنا في الامتحانات. وما جوش، طبعًا قلت لكم هتيجوا، هي هيسجلوا، مش هيجوا مش هيسجلوا. عشان يقعدوا الترم الاول، البهوات ما جوش. كويس ان انا افتكرت، هنزل اكلمهم تحت. بعد كده الديسك توتال، اللي هو الاجمالي بعد الخصم، برضو ارقام. الاجمالي بعد الخصم بقى، حروف ارقام وكسر. الاجمالي بعد الخصم، اعلى اجمالي بعد الخصم، انت قلت 10,000 وشويه، خصمت 1000، يبقى 9,000 وشويه. صح غلط؟ يبقى برضو كام؟
سبعة كومة اتنين، عشان العشرة كانوا خمسة واتنين كسر. التاكس برسنتج، نسبة الضريبة 10%، كام؟ يبقى نومارك تلاتة وكام؟ اشمعنا تلاتة دي؟ عشان الزيرو بس. تاكس فاليو 10% برضو ستة كوما اتنين. تاكس توتال 7.2. بعد كده قصت ايه؟ رقم العميل، حروف الارقام، اي ان تي. رقم الموظف، حروف الارقام، اي ان تي. سيف ده مفتاح اساسي، ما هو كنا عاملينه اي ان تي. ايه؟ ماشي. انفويس ينفع فاتوره من غير تاريخ؟ من غير اجمالي؟ من غير نسبة خصم؟ من غير قيمة خصم؟ من غير اجماع؟ طب ينفع من غير ضريبة؟ لا، ده يبقى حرامي. خلاص. ينفع من غير عميل؟ لا. ينفع من غير موظف عملها؟ لا طب. سيف الجدول اللي بعده، كليك يمين، اد نيو تيبل، الموظفين، ام بي ان او، اي ان تي، ان فارت شار، ان فارت شار ماكس، الفون، ان الفون طبعا ارقام، ان تشار بقى كم خانه التليفون؟ 11. خلاص. ده عايزين نعمله مفتاح ايه؟ اساسي. برضه نخليه اوتو ايه؟ از ايدنتيتي سيف امبلوي. ايه؟ كليك يمين، اد نيو تيبل، ايه تاني؟ اقساط البيع، بي ان او، اي ان تي، بي ديت، تاريخ ديت ايه؟ تايم، بي فاليو، القيمة، حروف الأرقام، أرقام، حروف يا راجل، أرقام، سبعة واتنين ما فيهاش كسر برضه. بعد كده الكريدت برضه نوميرك، سبعة واتنين. بعد كده الكاست اي دي، مين اللي عملها؟ مين اللي دفعها؟ والام بي ان او، مين اللي سلمها او اللي استلمها؟ ده مفتاح اساسي. سيف بيمنت ترانزاكشن، خد بالك الجدول لو اتعمل ما ينفعش اعدل اسمه، ده عيبه. جدول اتعامل هحذفه واعمله من تاني. كليك يمين، اد نيو، المصروفات، اي اكس بي اي دي، اي ان تي، اي اكس بي، ديت، ديت تايم. طب ما عنديش لا اليو رينيم اكس بي فاليو، نوميريك، اعلى مصروف كام يصرفه؟ ما اعتقدش بقى 10,000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ولا 1000 جنيه. ولا بيصرفوا 1000 جنيه. استحالة يدوا صلاحية انك تصرف 1000 جنيه. كتير طبعا. يعني مثلا لا 6 و2 بقى. عشان 1000 جنيه. بعد كده ديسكريبشن. ديسكريبشن يعني ايه؟ وصف. طبعا مفتوح. بعد كده ام بي ان او، الموظف اللي صرف. ده مفتاح اساسي. سيف اكسبنديشرز. بعد كده
السيلز اللي هو الجدول الوسيط اللي بص فيه بقى ايه دي ان او تي ان او والسيريال نمبر. السيريال نمبر خلينا ايه ان فالت شهر 7 وفي الكمية اي ان تي وفي البرايس نوميريك 6.2 وفي التوتال نوميريك. هو اعلى سعر في المحل كام؟ 9999 صح؟ يعني 5 يعني 7.2. هو ينفع سعر لا اعلى سعر اداء يعني اعتقد 2000 3 لا ليه يعني مش هو اعلى حاجه في الجهاز ايه؟ البروسيسور باين ولا المذر بورد؟ كارت الشاشه اعلى البورد اعلى بورد كارت الشاشه اعلى حاجه. بكام اعلى كارت الشاشه؟ 2500 كارت الشاشه لوحده 2800 اعلى كارت الشاشه 2800 2800 دي كام خانه؟ 4 يبقى خلاص 6.2. ملاحظات ان فارد شارمكس التلاتة دول بقى مفتاح اساسي وهنا ما ينفعش كمية من غير سعر ولا اجمالي ممكن من غير ملاحظات. كده كام جدول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مظبوط. الدايجرام بقى كليك يمين اد نيو دايجرام كليك يمين اد نيو دايجرام يس. اعلم على دول احنا عملنا كام علاقة؟ 2 باين هتلاقيهم موجودين. بص كده كليك يمين اد نيو دايجرام اد هتلاقي في علاقات معمولة فين؟ استنى وراها لك بقى. هنا 10 جداول وهنا 9. ليه 10؟ الثمانية الفورم ما عملناهوش صح. بص دي ما تعمل بص شايف العلاقة جاية نازلة ازاي؟ اوتوماتيك جات. ازاي نعمل ممكن وانت على العلاقة تعمل كليك يمين نيو تيبل على فكرة. وانت هنا. وانت هنا تعمل كليك يمين نيو تيبل اهو. هتسميه كاستمر فون. بص نزل اهو بيقول لك ابني انت بقى شوف اهو اكنك عاد شغال كاست اي دي اي ان تي. بص الفون نمبر طبعا ان ايه ان تشار بعد كده الفون ايه طيب ان فارد شار الاتنين دول مفتاح ايه شوف وانت شغال عايز بقى ترجعهم للشكل ده الشكل اللي هو زي ده كليك يمين تيبل كولوم نيمز كليك يمين توبل فيو كولوم نيمز اهي ماشي. نظبطها بقى الشكل كده عشان نوصل نجيب دول الناحيه دي شايف ده توصل بنفسه ازاي ده لما عملنا ومسحناه تاني لما قلنا مش هينفع لازم يتسحبوا مع بعض. اهدينا انت كاتب لي الكورس ب 600 جنيه؟ هو ده مش عايز يجي يطفش انا لو اقول لك 10 بات وبرضه خطوه حدود 600 ليه ان شاء الله؟ في 300 هتاخدوهم امتوا يعني؟ مش عارف ايه مصلحه الكتب دي؟ يعني حد بيجيب كتب انا عمري ما جبت كتاب غير الاوريتال وبتاخد من ابوك الفلوس وخلاص مش ده حرام؟ حرام لا طبعا انت ومالك لابيك بعد كده كده يعني فلوس هتروح له في المستقبل ده لو جبت فلوس المستقبل انت قلت لي انت بتشتغل صح؟ استوديو ايه؟ استوديو بودا في وقت كان هنا اسمه طالب كان اسمه مايكل كان عندنا فتح استوديو هنا انا فتحت استوديو
بروح اتصور عنده. يلا بس نوصل بقى اول حاجه. الاسبوع الجاي قبل كده فرح. لا فرح كده صورته يعني ولا ما صورتوش؟ ما صورش. يلا بس يلا يا شباب ادي الام بي ان او مع الام بي ان او. اوف هنا دايما تشد من اساسي وتشد وتسحب وترميها على المفتاح الخارجي. الام بي ان او مع الاكسبانديشنز. ام بي ان او مع ام بي ان او. احتمالات الخطا هما اثنين، يا اما الجدول مفتوح ما ينفعش يعمل علاقه، يعني مثلا انت فاتحه كده كده الجدول مفتوح وانت رايح تشد وبتعمل علاقه يقول لك لا الجدول مفتوح خلاص، يا اما انت دي عاملها اي ان تي ودي عاملها ان فارد شار ما يقدرش يعمل علاقه. هو ده الاحتمال الكبير جدا. لازم الاثنين يكونوا زي بعض خلاص. هنا البيمنت ادي ام بي ان او مع ام بي ان او. الكاست اي دي مع مين؟ مع الكاست اي دي اهو. اوكي اوكي الكاست اي دي مع ايه؟ عشان كده قلت لك افضل سمي زي بعض عشان تتلخبطش. بعد كده هنا الاثنين دول بقى رايحين على السيريال دول اهي. هنا تي ان او مع تي ان او، دي ان او مع دي اهي. وافقت المره دي، كان مره فاتت واحنا رفضت. هنا الام بي ان او مع الام بي ان او فوق اهي. والكاست اي دي كاست اي دي. بص دي غلط، بيقول لك بوث سايدز ريفليشن يو هاف ذا سيم نمبر اوف كولومز. انت بص هنا كاست اي دي، ايه دي بقى؟ نان. The table customer no match existing primary key. بص وصل من هنا لهنا برضو لا هنا بقى زي سنده. طيب تاني بص لو كنت بتوصل من هنا اهو من الخارجي للاساسي هيديك الرساله دي. الرساله دي بتقول لك ايه؟ ان هنا في الكاستمر فوم في كام مفتاح اساسي وانت بتوصله بكام؟ ما ينفعش. طب ماشي، طب تعالى وصل من هنا. المفروض هنا كاست اي دي مع مين؟ مع الكاست اي دي. فين الكاست اي دي؟ اهي. اوكي don't match existing primary key or unique. ايه ده ماله ده؟ كليك مين ارينج. نرتب بس نرتب الاول ده لوحده ليه؟ تعال نعمل ده. التلات دول جايين منين؟ من الديفايسز اهو. شد واسحب الدي ان او مع الدي ان او والتي ان او والسيريال نمبر. ماشي رتب تاني. كليك يمين ارينج. فين بقى بتاع الكاستمر؟ اهو المفروض الانفويس تتوصل. كليك يمين ريليشن اد تيبل انفويس مع الكاستمر. وهنا كاست اي دي. فين كاست اي دي؟ اهي نفعت اهي. اهي ادي العلاقة. ساعات بتنفع بالعلاقة التلاتة التانية وساعات بتنفع التلاتة. اهي كده في حاجة تاني؟ في جزء متوصل لوحده صح؟ شايفين الأربعة دول ولا؟ متجزئين عن دول صح؟ ده غلط، ما ينفعش، لازم كل يتوصل ببعضه. يبقى اكيد في حاجه متوصله بيهم. الفاتوره فين الفاتوره؟ الام في ان او ده ايه؟ الفاتوره فين السيلز؟
ثواني بس. السيلز ده كان ميني تو ميني ما بين مين؟ مش ده وده صح؟ خدنا الثلاثه دول ومفروض ناخد مفتاح الاستع ده والمفتاح الاستع ده. مش الميني تو ميني جدول الجديد بناخد المفتاح الاستع الجدول الاولاني والجدول الثاني الاولاني الثلاثه هم. طب الثاني خدنا الانفي اللي حطينا هنا. لا كليك يمين لازم نعملها بقى هنا. كليك يمين انسرت كولوم انف ان او ان فارت شر 7 باين. وده كله على بعضه مفتاح اساسي. ده كده يتسحب بدي والتلاتة دول يتسحبوا بالديفايسز سيريال مع سيريال دي انه مع دي انه تي انه مع تي انه بس اهو. استنى مش تمام برضو. اه ماشي دي متوصلة خلاص مظبوط. مش عايز انا اداري علي كده كده. في حاجة متوصلة لوحدها اهو الشكل اهو. خمسين دي صغيرة اهو. ده بيعمل بوردر حواليها الحركه دي بس ما علينا يعني مش لازمه يعني. ده لو هتكتبها اه بص بيقسمها لك اهي شايف بيقول لك اتقسم على اربع صفحات دي يا اما بقى الورقه الكبيره اللي مش عارف ايه فور دي ده الاي فور سايب سيلز سيلز دايجرام ايوه ما فيهاش ما ينفعش سبيس في اسماء الجداول ولا ينفع في اسماء الحكومة. انا مش هعمل حاجه سبيس اه هترفض معاك خالص اساسا مسافات